افضل المدربين المتواجدين طبعا في منتخب الشباب خلقا ولعبا واداء كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع اهلا بيك معانا. سلام عليكم كابتن تامر، ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن ربيع، ازي حضرتك؟ ازيك وازي حضرتك؟ بخير. تحياتي كابتن خالد بيومي ليك ايضا كابتن ربيع. تحياتي للكابتن خالد اللي دايما بيستمتع باراءه وحاجات جميله كابتن. والله ربنا يخليك يا كابتن. اخبارك ايه؟ اخبار رحله تونس ايه؟ رحله تونس بصراحه كانت موفقه جدا. عملنا ماتشين، اتعادلنا في اول ماتش 1-1 وتاني ماتش كسبناه 2-1، من احسن واقوى التجارب اللي انا استفدت منها لهذا المنتخب فعلا والله. كابتن كان عندك ماتش مع الكونغو والماتش اتلغى وهتلعب ثلاث مباريات اخرى وديه مع انديه الممتاز وانديه الدرجه الثانيه. لا بصوا احنا لحد الان بنتفاوض مع الكونغو. الكونغو كانت عاوزه ماتش يوم 11 مارس، انا صممت قلت اخر 10، لان قلت برضو ماتش لو فزت بيه يعني لو لعبته اكيد هخرج بحاجات كثيره جدا فنيه هتبقى اضافه لهذا المنتخب، وخاصه تجاربه الافريقيه والوديه ضعيفه جدا وقليله جدا. فبنتفاوض لحد الان، احتمال يبقى 10 او لا، لكن جاري الاتفاق لحد دلوقتي لسه. شركة بتنظم لنا معسكر هناك لمدة 3 أيام فيه المباراة دي. حاولنا نعمل مع المغرب رفضوا، حاولنا نعمل ماتشين قالوا ماتش واحد، حاولنا نعمل مع عمالي برضو في المغرب مفيش يعني العلاقات مفيش يعني بالعافية احتمال مفيش الاهتمام من الاتحاد يا كابتن ولا مفيش الاهتمام من ردا من الأندية بصراحة شديدة يعني؟ لا هو الاتحاد أصل حضرتك هو بالنسبة لي الاتحاد والماتشات الودية المفروض الاتحاد كان يوفر لي مجموعه كبيره من المباريات. انا عارف ان الكابتن ربيع صريح وانا عارف ان انت بتتكلم بصراحه شديده جدا. لا طبعا هو شوف يعني انا كان المفروض الناس توفر لي مجموعه من المباريات. مفيش يعني متهيألي خارج يعني العلاقات مهمه جدا والاتصالات مهمه جدا. هو البرنامج كنت دايما اقدم كل برنامج في عليه ماتشات وديه. ما تنفذش يا كابتن خالد، انا جيت من انجولا خلصت انجولا طلبت 11 مباراه وديه افريقيه. عملت كام واحده؟ الكلام ده في يناير فبراير، قلت 6 في يناير و5 في فبراير. عملنا 2 تونس و2 نيجيريا اللي عملناهم هم اللي هم في الشهر دوت. اربعه. ادي الاربع مباريات اللي اتعملوا. من 11. بس اظن من 11. من المقصر يا كابتن؟ نعم. من المقصر؟ مين المسؤول؟ مين المشرف في اتحاد كرة القدم المصري عن منتخب الشباب؟ بص يا كابتن خالد عاوز أحكي حاجة، هذا المنتخب والله العظيم ذنبه فرقت ناس كثيرة جدا. مين يعرف إن في منتخب شباب؟ مين يعرف ان في منتخب بيعاني من قله مباريات؟ مين يعرف ان المنتخب عنده مشاكل كثيره في ادارات كانوا مش موفقين؟ يعني الاسبوع اللي فات جاي لي فاكس من الملعب بس ان مش هتدخل الملعب الا لما تسدد اقساط. انا رحت للوزير عمرو فاروق عشان برضه ادانا 500,000 جنيه عشان نقدر نعمل معسكر اللي هو بتاع المغرب لو عملناه باذن الله تعالى. لكن كل الناس اثرت، هذا المنتخب على الله ثم العبد لله في كل شيء، مش بس تمرين بس. عندنا حاجات كتيرة جدا لكن المنتخب ماشي برضو يعني استعداده كله يا كابتن خالد على المحلي اللي هو المتاح. انا النهارده المتاح بالنسبه لي حاليا في برنامجي الاخير بقى قبل السفر ان شاء الله تعالى. انا خلصت نيجيريا، عملت معسكر لمده 5 أيام بأربع فيهم الاحمال صحوا بعضه، وعملت ده اللي كان في دار الدفاع. دار الدفاع طبعا احنا دار الدفاع عشان في 500,000 جنيه انما غير ال 500 مفيش. كنا بنروح دارات الجيش ونعسكر فيها وفيها دارات طردتنا برضه لازم ندفع. لازم تعرف في دارات يا كابتن خالد قالت لنا لا مش هتدخلوا تاني عشان عليكم فلوس. معلش كنا بنتصرف بفضل الله ثم العلاقات. فانا برنامجي الاخير اللي انا عامله والمتاح بتاع المحلي يوم أربعة مباراه دوري ممتاز، يوم 6/7 مباراه دوري ممتاز، يوم 10 مباراه خفيفه ونتوكل على الله. لو جت الكونغو خير ما جاتش هذا برنامجي اللي انا عامله المحلي اللي بعتمد على الله ثم عليه. وده برنامج كافي يا كابتن ربيع؟ طب المتاح قول لي انا اعمل ايه يا كابتن؟ هذا المتاح اللي بلازم اعمله دلوقتي ولا اقعد اعمل تمرينات وتقسيمات ولا ايه الاحسن وايه الافضل؟ لا هو الاتحاد عارف ان انت عندك كاس امم افريقيه؟ انا ما اعتقدش ان في حد في مصر حاسس بهذا. طب عارفين حتى ان انت عندك مجموعه قويه جدا جدا من اقوى المجموعات اللي موجوده في البطوله؟ ده من حظنا كمان ان احنا في مجموعه الموت يا كابتن خالد. طبعا يعني لكن انا احنا بص يا كابتن ان شاء الله وعلى مسؤوليتك احنا عندنا فرقة كويسة. الدليل يا كابتن خالد ان في حوالي 8-9 بيلعبوا دوري ممتاز. لا بسم الله ما شاء الله. انا عارف ان انت اخترت اللعيبه على افضل ما يمكن بصراحه جديدة يعني. اللي كان بيلعب دوري ممتاز بعد كاس الامم وانتهى كاس العالم يا كابتن، انما الميزه اللي عندنا من فضل الله علينا ان احنا عندنا 8-9 بيلعبوا من قبل التصفيات بفضل الله. فاحنا معتمدين على الله ثم الشغل اللي اشتغلناه، وان شاء الله المتاح يا كابتن خالد اللي موجود ده باذن الله هيكون كويس وبديل كويس باذن الله تعالى ان شاء الله. كابتن يعني اخر حاجه مش هطول عليك. لا تحت امرك. كابتن ربيع شايف النواقص ايه اللي موجوده عندك بالنسبه للفرقه؟ كابتن اللي موجوده كابتن النواقص اللي موجوده عندك بالنسبه للفرقه اللي كابتن ربيع حتى الان
شاكك خايف منه؟ الناقص حاجه واحده بس يا كابتن، الماتشات الوديه الافريقيه الوديه. ماتشين نيجيريا دول تجربه 10 افادوني، ماتشين تونس افادوني، غير المحلي اللي هو بيعتمد على ثم عليه. كان نفسي على الاقل على الاقل اعمل 10 مباريات بنفس تجربه نيجيريا. طب في كابتن مدربين، في مدربين نعم. بيقولوا ان يعني احنا، انا عارف ان طبعا في اهمال اعلامي كبير جدا على منتخب الشباب ومنتخب الكابتن ربيع ياسين الا قليلا عشان ما نظلمش كل الاعلاميين، ولكن في بعض المدربين يقول لك انا العب احسن بدون ضغوط اعلاميه ممكن انجح في البطوله، ولكن عندما تبدا البطوله تبدا الضغوط الاعلاميه تاثر كتير جدا على اللعيبه. هل انت شايف ان الاهمال ده مأثر كتير جدا فعلا؟ لا يا كابتن، بص انا بميل يا كابتن للبعد. اه ودي يعني انت من النوعيه ديت؟ من النوعيه انا احبها. ليه؟ لان انا اولا احنا ما عملناش حاجه لسه، لما نعمل انا ابتدي اسلط الاضواء، لكن بس الناس تقف في صف ايه؟ يعني انا عملت مؤتمر صحفي حضرتك من حوالي شهر، قلت فيه لازم تتعاونوا معايا للاخوه الاعلام طبعا والصحافه، تعاونوا معايا لان كلنا اولاد مصر. ساندوني في ساندوني في مباريات، ساندوني ان انتم يعني ما تكتبوش حاجات ما حصلتش، ساندوني عشان كلنا في مركب واحد. ده اللي عارف يا كابتن، بعد ما قابلتك في تونس واحنا رايحين مسافرين الطياره شفت طبعا الشكل العام. اتصلت نعم. بالكابتن سيف زاهر وجه يتكلم على الهوا وترجيته شخصيا انه يكون قريب جدا في فتره الشهر ونص ديت من منتخب الشباب. هو اتكلم معايا وقال لي انا هكون قريب من منتخب الشباب. انا من كلام حضرتك اعتقد ان مفيش اي حد من اتحاد الكره قريب من منتخب الشباب. احنا بس نفسنا حتى في زياره كده وناس تجتمع باللعيبه تقول لهم نبقى حد يا جماعه جيب لنا كابتن سيف زاهر على التليفون بعد اذنكم يعني. يعني في ناس واقفه طبعا من بعيد وفي ناس بالتليفونات وفي ناس يعني بتيجي من الدكتوره سحر برضه هي اللي قعدت تتصل الاول امبارح لحد الساعه 11 بالليل من 9 بتوع الكونغو وبتوع مالي وبتوع المغرب وبتوع الجزائر وانا قاعد. جت ضارتني في المعسكر حضرت ماتش الاسماعيلي وبعد الاسماعيلي قلت لها اتفضلي يا دكتوره عشان عاوزك وتيجي، وجت فعلا بتتصل بتحاول تعملها ماتش بتتفق بتحاول كل ده والله تفضل الناس تبقى موجوده. فيعني ده دي مصر واحنا عملنا اللي علينا وان شاء الله كل خير يا كابتن. اخبار اللبس يا كابتن؟ مجهودات عشوائيه يا كابتن. نعم دي مجهودات عشوائيه قبل اللبس يعني، دي مجهودات عشوائيه كلها، المفروض تبقى حاجه منظمه يعني. ده المفروض. انا بقدم دايما يا كابتن خالد البرنامج غيرته كتير جدا، كل ما اقدم برنامج خلاص البرنامج ما يتمش مثلا الماتشات اروح مغيره، اعمل المحلي ما يتمش، اعمل المحلي ما يتمش، اعمل المحلي، وده المحلي الاخير اللي انا قدمته وموجود في اتحاد الكره. انا مسؤوليتي يا كابتن نقدم برنامج، البرنامج ده فيه 1 2 3 4 برنامج قدمته ساعة وصولنا بعد انجولا، وقلت عدد مبارياتي عدد تدريباتي عدد معسكراتي اللي مطلوب ايه شغل ايه هو ده اللي قدمته. طب كابتن معانا كابتن سيف زاهر، خليك كابتن على التليفون ثانيه واحده، دقيقه واحده بس انا اسف، حته اللبس بتاع كابتن ربيع ياسين لبس المنتخب، عشان معانا كابتن سيف زاهر معانا على التليفون، خليك معانا على التليفون يا كابتن. ماشي كابتن سيف. كابتن سامي مساء الخير، بحيي حضرتك وبحيي كابتن خالد بيومي و...